كثير من الأحيان نحاول نساعد الأفراد يتخذوا قرارات أفضل، نحاول نوجههم لسلوكيات أفضل، ودائما نلجأ إلى أدوات تعودنا عليها كثير، منها على سبيل المثال الحوافز، منها التعليم. دائما نفترض أن الشخص ما يعرف يتخذ قرار محدد أو سلوك محدد لأنه ما يعرف كيف، بس هذا الأدوات ما دائما تنفع لأن التفكير البشري مختلف. خلنا أعطيكم مثال. كثير من المطاعم تحط على قائمة الطعام تحط عدد السعرات الحرارية على أساس أن الشخص يشوف عدد السعرات الحرارية وبالتالي يحاول يتجنب الأكل اللي هو غير صحي. هذه هو الفكرة الأساسية، أنك تعطي الشخص معلومة وتتوقع أن الشخص يتصرف على ضوء هذا المعلومة. طبعاً اكتشفنا لاحقاً أن هذا غير صحيح. في أحد الدراسات اكتشفوا أن هذا أصلاً ما يغير سلوكيات الأفراد، ما زالوا يأكلوا أكل غير صحي. طبعاً في أسباب مختلفة، منها على سبيل المثال الموضوع يبغاله حسبة في الذهن، لازم أعرف كم أكل في اليوم حسب عمري ذكر أو أنثى، لازم أعرف كم كليت الصباح، كم المفروض أكل الحين، وكم يبقى لي حال نهاية اليوم، وبالتالي فيها حسبة ذهنية وبالتالي صعب أنك تتخذ هذا القرار. فكثير من الأحيان إيش اللي يصير، إحنا ما نتخذ القرار اللي إحنا فعلا متوقعينه أو هو الأنسب لنا. خلنا أعطيكم مثال ثاني عشان توضح الصورة، وأريد رفع أيادي لو سمحتوا. كم واحد منكم هنا يعرف أن الاهتمام بصحته شيء ضروري؟ ما شاء الله كل القاعة. طيب السؤال الثاني، كم واحد منا يتمرن في اليوم على الأقل 30 دقيقة، يشرب كمية الماء الصحيحة، يتجنب الأكلات الغير صحية؟ أقل عن نص القاعة. هذا تمثيل فكرة إن ما شرط إنك تعطي الشخص المعلومة ويتصرف على ضوءها. إحنا نعرف إيش السلوك الصحيح، بس في أشياء ما تقدر نتصرف بالطريقة اللي إحنا نريدها، وهذا ما يسمى بالفرق بين النية والفعل، اللي هو intention action gap. نعرف السلوك الصحيح، نعرف إيش المفروض نسوي، بس ما شرط نسوي. الفكرة أريد أوصلها هنا إيش؟ إنه طريقة تفكيرنا والعقل البشري معقد، وبالتالي إيش اللي يصير؟ ما دائما في التفكير إنه 1+1=2، في كثير من الأحيان هذا الشيء يختلف. خلنا أعطيكم بعض الحقائق وبعض المعلومات اللي فعلا شوية تثير الفضول. كثير من الأحيان نحاول نجمع بين شيء جيد وشيء سيء، ناكل أكل دسم وبعدين إيش نسوي؟ نشرب شاي أخضر على أساس الشاي الأخضر هو سائل السحر اللي يغسل كل شيء يعني. ونفس الشيء نشوفه إيش لما نروح نعمل رياضة، لما نطلع من النادي الرياضي بعد ما نخلص صار عندنا تصريح ناكل أي شيء. هذه تصرفات غريبة بس هذا واقعية. أعطيكم مثال آخر، في شيء اسمه المحاسبة الذهنية. إحنا كثير من الأحيان إذا حطينا في بالنا إنه مبلغ ينصرف على شيء محدد خلاص لازم ينصرف هذا الشيء، ما نقدر نحوله إلى شيء آخر. أبسط مثال في السفر، إيش اللي يصير في آخر يوم في السفر؟ يكون عندك مبلغ متبقي طيب ولازم تصرف ذاك اليوم، خلاص آخر يوم الطيارة تنتظر، بينما أنك ممكن تشيل المبلغ ترجع البيت البلد وتستخدمه في شيء أفضل، لكن لا، حطيت في ذهنك المبلغ ينصرف حل هذا الشيء وبالتالي بتصرفه في هذا الشيء. هذا ما يسمى بالمحاسبة الذهنية. 40% تقريبا من سلوكياتنا في اليوم عبارة عن عادات، من يوم تقوم الصباح لحد ما تنام جزء كبير من الأشياء اللي تسويها كلها عادات، فيها عادات جيدة وفيها عادات سيئة. كيف تتشكل هذه العادات، كيف تغيرها، يعتمد على نوع العادة والتحدي اللي بتحصله أنك كيف تغير هذه العادة. معلومة أخرى، نتأثر بسلوكيات غيرنا، وهذا أعطيكم مثال صار اليوم. أنا لما كنت جاي وقفت في الطابق الأرضي، رحت عند المصاعد، لقيت ما شاء الله أمة كبيرة تنتظر، وكل واحد يجي ينتظر معهم، كل واحد يجي ينتظر معهم، رغم أنه في درج. الفكرة هنا إيش؟ كثير من سلوكيات المجتمع إحنا نتأثر بها ونتبعها، نفترض هم يعرفوا أكثر. فالإيش اللي صار هنا؟ شافوا كل حد ينتظر قالوا هذا هو المكان الوحيد، رغم أن الدرج موجود بس تأخذ مسار آخر.
طبعا هذا في شيء ايجابي وفي شيء سلبي. الشيء الايجابي كثير من الاحيان انه تنتظر سلوكيات المجتمع، ليش؟ لانها يمكن انت ما تعرف كيف تتصرف، ونواجه هذا كثير. كم مره تدخل مكان على سبيل المثال وما تعرف هل تسلم على كل واحد ولا تسلم من بعيد؟ تشوف الشخص اللي قدامك على افتراض انه هو فاهم السالفه طبعا. وفي طبعا شيء سلبي اللي هو ايش؟ انه مرات يكون السلوك اصلا خطا، وهذا ما يتعلق برمي المخلفات على سبيل المثال او القياده بالتهوى. بقدر الامكان سلوكيات المجتمع تحدد سلوكياتنا احنا في الاساس. مثال اخير اللي يتعلق الناس المهتمين بالاكل. في كثير اشياء موجوده في بيئتنا وحاولنا نتاثر منها بس احنا ما نحس بها. منها على سبيل المثال حجم الاصحن اللي تستخدمها للاكل. كل ما كبر الصحن بتاكل اكثر، كل ما قل الصحن بتاكل اقل. حتى لو صحن كبير وحطيت فيه شويه ما بتحس بالشبع، ليش؟ ما بتحس نفسك انك كليت كثير، لان في مخيلتك ان بعده كان الصحن فاضي. فهذه من الاشياء الغريبه اللي واحد يفكر انه فعلا فيها انه تفكيرنا ما سهل. واحد زائد واحد ما يساوي اثنين لما نتكلم عن طريقه تفكير العقل البشري. طيب هل في شيء، هل في اطار ممكن يساعدنا كيف نفهم؟ في عده اطر، في عده نماذج. خلينا نعرج على نموذجين عشان نفهم بالضبط كيف الواحد يفكر فعلا. واحد من نماذج التفكير او نماذج السلوكيات اللي هو ما يسمى ب البي جي فوب، وهو من كتاب عادات صغيره. يقول لك ان اي سلوك في المجتمع او اي سلوك شخصي يعتمد على ثلاث اشياء: في جانب التحفيز، في جانب القدره، وفي جانب اسمه المحرك والمسبب. التحفيز واضح، التحفيز رغبتي انا وحماسي اني امارس سلوك محدد. وطبعا في اشياء مختلفه، التحفيز يمكن يكون جاي من هويتي، انا انسان رياضي عشان كذا انا بمارس الرياضه، او يمكن التحفيز مرتبط بايش؟ مرتبط باني اخاف من عاقبه محدده، انا اسوي رياضه لاني اخاف امرض، فهذا يكون من ضمن التحفيز. لما نتكلم عن القدره، القدره في جسديه وفي ذهنيه. الجسديه واضحه اللي هو ايش؟ الحركه. الذهنيه تذكر مثال قائمه الطعام، كان في تحدي ذهني، ليش؟ انه يبغى لها حسبه، ما كل حد ممكن يمارس هذه الحسبه بطريقه سلسه. ايش هو المسبب والمحرك؟ المسبب والمحرك هو اشياء موجوده في بيئتنا ممكن تشجعني اني امارس سلوك محدد او ما امارس سلوك محدد. ابسط مثال، اذا واحد مهتم بالرياضه، عنده التحفيز، عنده القدره، ايش المسبب؟ يمكن وجود فقط جهاز الرياضه في الصاله، وانت داخل كذا البيت وتشوف جهاز الرياضه، لازم اتمرن، او يمكن يكون محرك لك انك تتحرك وتمارس الرياضه. هذا من ضمن النماذج اللي تساعدك تفهم كيف الواحد يتخذ سلوك محدد. طبعا في نماذج كثيره، انا بختصر على نموذجين وننتقل الى النموذج الثاني. النموذج الثاني اللي هو مبني على شيء اسمه نظامية التفكير. طبعا لما نتكلم عن نظامين، انا ما اقول ان العقل مقسم الى قسمين، انا اقول طريقة التفكير، في تفكير بطيء وفي تفكير سريع. التفكير البطيء هو اللي تستخدمه لما تبذل جهد ذهني، لما تحاول تحل مسألة رياضية على سبيل المثال، او انك تقرا تقرير او تكتب تقرير، هذه يبغى لها جهد ذهني. النظام السريع اللي هو ايش؟ انه ما تبذل فيه جهد. على سبيل المثال انا قاعد اتحدث هنا وفجاه حد ينادي اسمي، على طول انتبه. لما اقود مركبه، اقود سياره، بعد فتره خلاص انت ما تفكر لما تغير المقود او تحرك الجير او تدوس بترول او تضرب بريك، ما فيها فكره اساسا. وكثير منا خاصه انا بعد فتره احس انا كيف وصلت هنا؟ ليش؟ انه كل شيء صار مبرمج، قرارات خلينا نقول اوتوماتيكيه. انا اعطيكم مثال فقط انه ايش الفرق بين النظام البطيء والنظام السريع. في الشريحه القادمه في سهم، السهم على اتجاه محدد، ونريدكم تخبروني اتجاه السهم، مش بالحديث، بالاشاره. معنى اخر، اذا السهم فوق سوي كذا، اذا تحت سوي كذا، اذا يمين كذا، اذا يسار كذا، ورجاء لا تضربوا الشخص اللي جنبكم. طيب بسرعه بقدر الامكان تاشروا على اتجاه السهم. طيب في ناس في اتجاهات غريبة صارت، طبعا كل حد في اتجاه. ايش الفكرة اللي صارت هنا؟
ايش الفكره؟ في ناس شافوا السهم اتجاه اليمين بس الكلمه تقول لك يسار. نوعا ما ايش اللي صار؟ النظام السريع عندك على طول بغي يجاوب متحمس، مثل النظام البطيء يقول لحظه شويه كنا في شيء غلط، عشان كذا في اشارات يمين يسار، في واحد سوى فوق، هذا موضوع اخر. طيب ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ التحدي الكبير اللي يصير معانا انه خلال اليوم 95% على الاقل، في دراسات تقول لك اعلى، احنا نستخدم النظام السريع. وسبحان الله هذا فيه شيء جيد. ليش؟ لانه هذا يقلل عليك الجهد، ما تبذل جهد ذهني كبير، وبالتالي يوفر عليك طاقه. وايضا يكون في مصلحتك، ينقذك من مواقف انت في غنى عنها. تخيل نفسك انت في غابه، انا هذا المثال دائما اعطيه، تخيل نفسك في غابه وتشوف اسد. وين افضل؟ انك تركض ولا تجلس تفكر والله الاسد ما جوعان، او يمكن تحول نباتي. فمصلحتك طبعا انك على طول تتخذ قرار وترفض. بس في نفس الوقت هذا الفكر السريع ايضا فيه مساوئ، اللي هو ايش؟ يمكن يخليك تتخذ قرار ما في مصلحتك. وهذا كثير يصير وين؟ في التسوق. نشتري اشياء احنا ما نريدها، تلفتنا الاشكال والالوان، وفلان اشترى، وهذا اللي ظاهر الحين، وهذا اللي ماشي، بس ما يكون فعلا يلبي احتياجاتي، بس اتخذ قرارات سريعه عشان بس ارضي نفسي. فهذا المشكله مع او التحدي مع النظام البطيء والنظام السريع. طبعا هذه احدى طرق التفكير، احدى النماذج، ومثل ما ذكرت في نماذج اخرى. طيب الحين السؤال اللي يسال نفسه، طيب وبعدين؟ خبرتنا ان التفكير معقد واعطينا نماذج، ايش ممكن نسوي؟ اذا قدرنا نستغل هذه النماذج او هذا الفهم انه يساعدنا ان نسخرها، ان نخلي الافراد يتخذوا قرارات افضل، هنا المكسب الحقيقي. اعطيكم تطبيقات بس عشان توضح الصوره. التطبيق الاول متعلق بقياده المركبات، وهذه كانت تجربه واقعيه في احدى الدول. لاحظوا ان كثير من الاشخاص لما يقودوا المركبه ويوصلوا عند مخرج محدد يكونوا على سرعه. وبالتالي طبعا هذا في خطر الحوادث وفي خطر على حياه الانسان. طبعا الادوات انك تغير هذا السلوك كثيره، منها مخففات السرعه على سبيل المثال، او الرادار او الاشياء الثانيه. لكن هنا كان حل جدا جميل. استخدموا فكره الخداع البصري. ايش الخداع البصري اللي هنا؟ انك انت لما تسوق السياره وجنبك اشجار، او حتى خلينا نقول اعمده، كل ما المسافه بين العمود والثاني او الشجره والثانيه تكون ابعد، ما تحس انك تسرع. بس لما يكون هذه الاشجار قريبه من بعض يعطيك انطباع انك تتسارع. فايش التجربه؟ انك لما تدخل المدخل هذه، ترتيب الاشجار والمسافه بين الاشجار تقل، تبدا مسافات بعيده، بعدين تقل تقل تقل. فايش اللي يصير؟ واحد مار في هذا الشارع يحس انه كل ما يقترب يحس انه قاسي يتسارع، يعطيه الانطباع انه فعلا يسير بسرعه كبيره، بالتالي يبدا يخفف السرعه. طبعا كان في هدف اخر اللي هو التشجيع. فهذا احدى النماذج او احدى الطرق اللي تساعدك انك تسخر هذا الفهم، انك تخلي الفرد يتخذ قرار افضل. المثال الثاني اللي هو الدارج كثير، اللي هو يلعب على المقارنة الاجتماعية أو السلوكيات الاجتماعية، وهذا كان متعلق باستهلاك الطاقة. لما نتكلم عن استهلاك الطاقة، التحدي الأساسي في استهلاك الطاقة إن كثير منا ما يعرف إيش معنى 2000 كيلو وات. إيش معنى 2000 كيلو وات؟ هل هذا برميل؟ هل هذا علبة؟ هل هذا إيش بالضبط؟ فكان لازم نشوف حل كيف نقرب هذا المفهوم للفرد المستهلك. فكان إحدى التجارب اللي في هذا المجال انه كان توصل الفاتوره للفرد لكل بيت، والفاتوره فيها شريحه تقارن استهلاكه في الكهرباء مع جيرانه او المنطقه او الحي اللي هو ساكن فيها. وكان الفكره الاساسيه هنا ايش؟ انك اول شيء تقرب مفهوم الاستهلاك. لما اشوف المقارنه ابدا افهم انا استهلاكي كذا مقارنه بالمجتمع اللي انا فيه او الحي اللي انا ساكن فيه. بس الهدف الاكثر اللي هو ايش؟ انت تقارن استهلاكك، هل هو فعلا عالي او قليل؟ في كثير من الاحيان لما الواحد يشوف استهلاكه اكثر عن المجتمع او الحي اللي فيه، يحس نفسه قاعد يسوي شيء خطا، وبالتالي يبدا يقلل استهلاكه. ايضا هذا تطبيق مبني على فهم السلوك البشري. اخر مثال متعلق بكوفيد. طبعا كان في تحدي في اللقاحات، وكان احدى التجارب اللي كانت تحاول تشجع الافراد اللي مهتمين باللقاح انه يروحوا ياخذوا اللقاح،
مبني على شيء جدا بسيط. كان الفكرة أنه كل واحد يستلم رسالة نصية، فلان فلان فلاني تم حجز جرعتين من اللقاح لك، ولاحظوا أول ما توصل الرسالة لهذا الشخص يجي. ليش؟ فيها كلمة سحرية، حجز. عندنا في الطبيعة البشرية أي واحد يسوي لنا خدمة أحس أني لازم أرجع للخدمة. بالعمان يقول لك أتجمل فيه، لازم أرجع للخدمة مرة ثانية. فإيش اللي صار هنا؟ أول ما توصل رسالة يقول لك تم حجز، تحس الله هذا راح وتعنى وراح حجز لي، الحس لازم أروح الحين مرة ثانية. حل جدا بسيط غير مكلف، مبني على فهم السلوك البشري. إيش الرسالة اللي أريد أوصلها هنا؟ الرسالة هنا بقدر الإمكان إذا قدرنا نفهم السلوك البشري وعرفنا كيف نفكر، ممكن نقدم حلول جذرية فعلا للفرد والمجتمع. شكرا جزيلا.